كنا هاد النتائج اللي حققنا اخيرا كلها كانت كتساهم باش نوجدوا، لان الا بغيت توجد فريق كتوجدوا بنتائج ايجابيه، وحتى الا كان عندك لاعبين اللي هما شبان فمن الاحسن الانتصارات كتخليهم يثقوا في نفسهم ويزيدوا لقدام. وكما شفتوا كنظن بان الفريق ديالنا كان في المستوى، قدم عرض طيب حقيقه. كانوا كنا منهزمين بجوج ديال الاصابات اللي هما جوج تمريرات عرضيه كانوا يتسجلوا علينا جوج ديال الاهداف بنفس الشكل. شي شويه كاين واحد يعني ان بو دو 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 ماركاج ما كاينش سير لون، مي بورتون هاد لا سيمين كنعرفوا حنا الدفاع الحسني الجديدي كيتقنوا هاد التمريرات العرضيه وكيسجلوا منهم، فدرنا حصه في هاد الباب. رغم ذلك فكتبقى دائما اللعاب تفكر، لان تيلمون اللي كنبغيو نلعبوا الكره وكنديروا لو جو، لان الا شفتوا من بعد في الدوزيام ميتون دوك لي زاري سونترو ولاو كيلعبوا بحال دي ميليو تيرا في لا ريلونس ديالهم، وملي كيولف اللعاب انه يلعب بزاف الكره ويلعب انه لو جو اوفونسيف ولا كونسونطراسيون ديالو كتولي اوفونسيف اكثر من ديفونسيف، كتخلق لك هذا المشكل ديال لو ماركاج وهاد لي زانترفونسيون اللي كانوا عند لي ديفونسور ديال الجديده مثلا في الاخر هما اللي كانوا ناقصين حنا في دوك جوج كواري. هذه هي الكره.